اتكلمت معاكم عن السوبر المصري. خلاص تم الإعلان النهاردة إنه بشكل رسمي سيكون إقامة السوبر المصري الجديد في الإمارات بمشاركة 4 فرق بالتحديد من 4 إلى 7 أكتوبر القادم، يعني بعد السوبر الإفريقي في الرياض مباشرة. يعني الأهلي والزمالك هيجوا من الرياض من السوبر الإفريقي مع الاتحاد الإفريقي وهيئة الترفيه ومتسبي والمستشار تركي الشيخ إلى أبو ظبي مباشرة للسوبر الإفريقي. طبعا يشارك في مين؟ تأكد مشاركة الأهلي والزمالك وبطل الرابطة اللي هو لسه النهائي هيتلعب وصاحب الكرت الذهبي الذي تحدده رابطة الأندية. خلاص بشكل رسمي من 4 إلى 7 أكتوبر السوبر المصري في أبو ظبي من 4 إلى 7 في الإمارات بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي. وكمان الرابطة قالت إنه سيتم إعلان التفاصيل في بيان رسمي، ولكن أعلنت إن بطل الدوري وبطل كأس الرابطة وبطل الكأس والفريق الحاصل على الكرت الذهبي من اللجنة المنظمة. طبعا الرابطة ناجحة جدا رغما عن ألف أي حد، ومحققة نجاحات محترمة جدا وماشية بالدوري البر الأمان، واللي بيهوهو يهوهو واللي بيزقق يزقق واللي بيحارب يحارب. الدنيا ماشية سكينة في الجاتو، والمؤجلات هي بتتلعب زي الفل، وكمان الكاس بيتلعب زي الفل، والأهلي رايح السوبر الأفريقي مع الزمالك في الرياض وهيطلع منه على السوبر المصري اللي بتنظمه الرابطة في أبو ظبي، والأمور زي الفل، القافلة تسير زي الفل، والكلاب مش هتبطل هوهوى ليوم الدين. فما فيش حد بينظر إلى لا الذباب الإلكتروني ولا الكلاب اللي بتهوهو، لأن دي ناس معوقة ولا تمد للاحترام بصلة من قريب أو من بعيد. تحية لرابطة الأندية وللنائب أحمد دياب ولكل القائمين على رابطة الأندية ولجنة المسابقات والحاج عامر حسين. طيب في موضوع عايز أكلمكم فيه وهو موضوع اللجنة الأولمبية. السيد الذباب الإلكتروني ده يا سيف الناس قليلة الأدب اللي بتشتم بلا وعي وبلا احترام وبناخد عليهم أحكام ويجي يبوسوا الجزم للأسف الشديد. ولكن وعد إن شاء الله لن أتنازل لأحد تاني عن قضية مهما كانت الأمور. فده الذباب الإلكتروني يا صديقي المحترم، لأنه تقفل وعدم احترام اختلف كما تريد، ولكن لا تسب ولا تشتم. ولكن عيال قليلة أدب مش متربية وحافية وما معاش 10 جنيه تقعد تتناول الناس بالباطل وتشتم عمال على بطال، ويعني انت أدبني وفوق دماغي وفي النهاية بتاخد على دماغها، لسه كسبانين 10 قضايا لناس بتشتم والله العظيم ما عارفين ننفذهم ازاي، لانهم كلهم حافين وصلنطحية وبيشحتوا وبيتكلموا معنا محاميهم وعشان خاطرنا ومش خاطرنا. طب ما تربوا العيال دي، يعني كل واحد عامل عملاق يا سيف يا ابني ومسك تليفون يشتم الناس كأنه هو الحاكم بأمر الله، ولو في حد رفع عليه قضية بيتنفخ وبيجيب القرف لأهله. هم دول الذباب الإلكتروني، لكن ما تختلف باحترام من غير سب او شتم.